عليكم، اهلا بكم مشاهدينا لعدد جديد من برنامجكم اليومي الصحافه الذي نستعرض فيه اهم العناوين الوارده في الصحف الجزائريه، صحف المنطقه المغربيه وايضا الصحف الفرنسيه. بدايتنا دوما مع الصحف الجزائريه. وفي مقدمة الصحف الجزائرية صحيفة الخبر نقرأ في عنوانها البارز 16 مترشحا المقبول والمرفوض، اليوم تنقضي مهلة التدقيق في ملفات رئاسيات 7 سبتمبر، تبون وحساني شريف وأشيش الأوفر حظا لبلوغ النهائيات. في عنوانها أيضا الخبر دلالات زيارات المسؤولين الروس والأمريكان الجزائر في قلب حوار جيوستراتيجي. وفي مجال الطاقة تكتب إنتاج الهيدروجين الأخضر بروتوكول تفاهم بين سوناتراك وتوسيالي، ضبط تحويل الأساتذة والتنصيب في سبتمبر، وزارة التربية تحذر من إهمال المنصب. تقرير لديوان الإحصائيات نمو 3.8% من في الناتج المحلي. وعن الحرائق التي تشهدها الجزائر، الحماية المدنية تنجح في إخماد 28 حريقا منذ أول جوان، استئجار 12 طائرة إطفاء للتصدي للحرائق. من صحيفة الخبر لصحيفة منبر القراء، أرجاب يعلن عن تصدير 10,000 طن من مادة الفيسل بار خلال 2025. نقرأ فيها أيضا وزير الإعلام محمد العجاب يدعو إلى التجند من أجل ضمان تغطية إعلامية احترافية للرئاسيات المقبلة. في عنوان بارز ضمن البرنامج الاستعجالي لتوفير الماء الشروب عن طريق إنجاز 5 محطات إضافية لتحلية مياه البحر زعميش، رفع نسبة تحلية مياه البحر ب 42% وتأمين حاجيات 15 مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي. 14 محطة قيد الاستغلال تساهم في تزويد المواطنين ب 2.25 مليون متر مكعب يوميا، وإلزام شركات الإنجاز باستعمال كل ما هو جزائري على غرار الكوابل والأنابيب. نقرأ أيضا في منبر القراء خلال عمليات متفرقة عبر شواطئ ولاية وهران، الدرك الوطني يوقف 78 حراقا من بينهم شخصين من جنسية مغربية. وفي اختتام أشغال الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي، المشاركون يؤكدون أن دعم الجزائر لحركات التحرر كان في كل الميادين ولم ينقطع يوما. إلى صحيفة المسار العربي، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة الأولمبياد يفتتح غدا على نهر السين في فرنسا، تأمين حاجيات 15 مليون مواطن قبل نهاية 2024، رفع نسبة المساهمة في تحلية مياه البحر إلى 42%. وفي الملف الدولي في الحرب في غزة مع استمرار جريمة الإبادة وتطهير العرق في غزة، زمن الإدانة والاستنكار انتهى، تعنون المسار العربي. إلى صحيفة الأوراس، وفاة طفل غرقا في مسبح بعين مليلة في ولاية أم البواقي شرقا، وسكان بايو يناشدون السلطات لتحقيق مطالبهم التنموية في ولاية باتنا. وفي بلدية راس العيون مشتاعين تنويت خارج اهتمامات المسؤولين، 15 مليار لاستكمال أشغال معهد شبه الطبي بولاية باتنا. وفي أم البواقي ديون زبائن الجزائرية للمياه تتجاوزوا 160 مليار بأم البواقي. ملفات ومشاريع استثمارية تنتظر حلولا مستعجلة في سطيف. وفي منطقة تفرنت بعين ميمون مسارح الفلاحة تتحرك لوقف زحف الجراد بخنشلة، إمكانيات غير مسبوقة لكبح مد حرائق الغابات هذا العام وفق إحصائيات للمديرية العامة للحماية المدنية. إلى صحيفة آخر ساعة، مير الحجارة السابق وثمانية من ثمانية عمال بالبلدية أمام المحكمة سبتمبر المقبل في قضية تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة ومخالفة لقانون الصفقات. المساحة المغروسة تجاوزت 4,587 هكتار، توقع جني 4.5 مليون قنطار من محصول الطماطم الصناعية بولاية الطارف.
لتورطهم في فعل إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية. توقيف 3 موظفين تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المسيلة. إلى صحيفة الإخبارية، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، المعايير الخاصة بتوزيع سكنات LPA على الأساتذة الجامعيين. نقرأ في الإخبارية أيضا، بعد زيارة متزامنة لرئيس مجلس الدوما وقائد أفريكوم، تنافس أمريكي روسي على مفتاح أفريقيا، كما عنونت الجزائر. الجزائر مطالبة باللعب على توازنات دقيقة في إدارة العلاقات الدولية بين موسكو وواشنطن. روسيا وأمريكا في نظر الإخبارية بحاجة للجزائر لإدارة متغيرات منطقة الساحل والصحراء. تعنون أيضا الإخبارية، تزويد 15 مليون مواطن بمياه محطات التحلية قبل نهاية العام الحالي. والجزائر على طريق تحقيق اكتفائها الذاتي من الزيوت النباتية، تقدم كبير لأشغال مصنع سحق البذور النباتية في البلاد. إلى صحيفة الجزائر، اجتماع الحكومة يناقش وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتحول الرقمي. إجماع على أن الجزائر دعمت حركات التحرر كان ذلك في مختلف الميادين في اختتام أشغال الملتقى الدولي للجزائر وإفريقيا. نقرأ فيها أيضا، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تعديل في برنامج الرحلات بعد دخول تصل 2 حيز الخدمة. وفي ما يتعلق بزيارة قائد أفريكوم إلى الجزائر مايكل لانغلي إلى الجزائر يوم أمس، كان هناك تعليق ورأي لضيوفنا عبر برنامج في العمق. نستمع للرأي الأول، وهو لضيفنا دكتور رمضان أوراغ، مدير مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. مسألة مرتبطة بالتنافس الشرس بين الأقطاب الجيوسياسيين والدول الفاعلة الكبرى حول الأسواق وكذلك الموارد. هناك تناحر بين المجموعة الأنجلوساكسونية على رأسها الولايات المتحدة مع الطلوع والبروز الصيني الذي بدأ يبرز وبدأ يتحالف مع روسيا، يتحالف مع دول من عالم الجنوب كما نعرف في منطقة الساحل وشمال إفريقيا وضمن في إفريقيا. إذن زيارة لرئيس أفريكوم إلى الجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائري وليس مع هو طبعا التقابل أظن مع الإنجليحة والمجموعات أو مسمى الزملاء، ولكن المهم أنه تقابل مع رئيس الجمهورية. المسألة ترتبط بمساومات مقايضات على الشرعية للعهدة الثانية، إن رسالة موجهة إلى النظام الجزائري الاعتراف بالمسار قدما للذهاب إلى العهدة الثانية مقابل تقديم صلاحيات مهمة استراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة التي يعني تتماهى مع القدرة الجزائرية. أما العنوان كيف سيباع أو يسوق للجمهور أو للمواطن أو للمتابع، هي عبارة عن يعني أسطوانة معروفة، محاربة الإرهاب مثلا. وفيما يتعلق بحاجة أمريكا للجزائر في ملف مكافحة الإرهاب من غيره، كان لضيفنا أمس الأستاذ حميد للو المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية رأي آخر، نستمع إليه. المغالطة الكبيرة من الإعلام الجزائري أنهم دخلوا هذه الزيارة ودخلوا أفريكوم في إفريقيا من جانب محاربة الإرهاب، وهذه مغالطة كبيرة. وخليني نقول لك نفسر لك في دقيقة واحدة. صحيح أنه الإرهاب الدولي يعني يمثل مشكلة، لكن ليس بنفس المستوى التي كانت فيه في بداية الألفينات، هذه أولا. ثانيا، تمشي إلى الويب سايت لأفريكوم ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا البيت الأبيض المتوسط، ما هي يقول لك ما هي السياسة الأمريكية ولا الاستراتيجية تجاه منطقة شمال إفريقيا والساحل؟ ليس محاربة الإرهاب، مشو شوفوها، هي مواجهة
النفوذ السيء للهيمنة الروسية الصينية. هذه مكتوبة يعني في الدرجة الأولى، هذا هو همهم الوحيد تقريبا. إذن الآن إلى جولة على أبرز ما عنونا في الصحف المغاربية في منطقتنا مع زميلنا نبيل عبدلوي. تحية طيبة لك زميلتي دلولة وجميع السادة المشاهدين. عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغربية، بداية من موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو. الإعلان عن وفاة 15 مهاجرا قبالة سواحل موريتانيا. فقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة مساء الأربعاء وفاة 15 شخصا وفقدان الاتصال بأكثر من 150 مثل تحطم سفينة قبالة موريتانيا كانت تحمل 300 مهاجر غير نظامي. وقالت المنظمة في بيان إن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصا، نقل 10 منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات، بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين. يأتي هذا الحادث بعد أسبوعين من انتشار خفر السواحل الموريتاني جثث 89 مهاجر غير قانوني كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح بالشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كيلومترات من مدينة الجاغو الموريتانية. في ذات الصحيفة، الحكومة التونسية تقول بأن آلية التشاور الثلاثي التي وضعتها الجزائر لا يمكن أن تكون بديلاً عن اتحاد المغرب العربي. والرئيس الموريتاني الغزواني يحل في باريس للمشاركة في انطلاق فعالية الألعاب الأولمبية باريس 2024. إلى المغرب وصحيفة الأخبار، احتجاجات على دعم لمهرجان ب 600 مليون. حقوقيون طالبوا برفض التأشير على مقرر اتفاقية الدعم. في ذات الصحيفة، تفاصيل اتفاق اجتماعي بقطاع الصحة ينهي الاحتقان والنقابات تعدل عن الإضراب، منها 500 درهم زيادة في الأجور وتحسين شروط الترقي وتغيير نظام التكوين. في ذات الصحيفة، مجلس النواب يخرج مشروع قانون المسطرة المدنية من عنق الزجاجة. المعارضة انتقدته واتهمته بكونه سيحد من حق المواطن في الولوج إلى العدالة. وغياب مسابح عمومية بمدينة سطات يرمي الأطفال إلى نيران أسعار الخواص، والتسمم يجر صاحب محل وجبات سريعة إلى سجن مدينة تيزنيت. إلى صحيفة الصباح، ولات غاضبون على عمال مدن المونديال، ملتمسات من ولايات بتعيين مساعدين تدرجوا في أسلاك الإدارة العمومية. ولقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يقول أحارب الغش والتملص الضريبيين. وريحة بزنيس في دواوين وزراء، عضوات وأعضاء نافذون تحولوا إلى سماسرة لحل شفرات بعض الملفات العالقة. إلى الصحف الليبية والوسط، تونس تعلن استعدادها لدعم حوار ليبي ليبي وتوضح هدف الآلية الثلاثية ومعبر راس جدير. فقد قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بأن معبر راس جدير يتجاوز سلطات بلاده، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في ليبيا التي عرقلت الحركة عبر المنفذ المشترك، معتبرا في موضوع آخر بأن الآلية الثلاثية التشاورية مع الجزائر وطرابلس لا تشكل بديلا عن اتحاد المغرب العربي. وأوضح نبيل عمار أن بلاده تؤمن بأن أمن ليبيا وتونس متلازمان، وأن كل ما من شأنه أن ينفع ليبيا ينفعنا، وما قد يضرها يؤثر فينا، وفق ما جاء على لسانه في مقابلة مع جريدة الصباح التونسية الصادرة أمس الأربعاء. وإجراءات حكومية لتصحيح أوضاع المعيدين وأعضاء التدريس الجامعي في ليبيا. ووفد جزائري يزور مطار معيتيقة للتدقيق على الإجراءات الأمنية والتشغيلية في انتظار استئناف الرحلات بين مطار معيتيقة ومطار العاصمة الجزائر. إلى صحيفة الصباح، دائما في ليبيا رئيس الحكومة يصدر تعليماته بتوفير المعامل الجينية الخاصة بمرضى ضمور العضلات. وصحيفة الصباح تفتح ملف الهجرة،
أكثر من 85% من العمالات الوافدة على ليبيا لا يمتلكون أذونات مصرح بها من وزارة العمل والتأهيل الليبية. والمنفي يؤكد الاستمرار في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني خلال استقباله مبعوث الرئيس الفرنسي. ودبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والصور يتابعان عددا من الملفات المهمة. نختم هذه الجولة المغربية من تونس وصحيفة الشروق. اليوم الذكرى 67 لإعلان الجمهورية، مسار 25 جويلية، دعم للسيادة الوطنية وفق ما تعنون ذات اليومية. وملف الجهاز السري لفك شفرة الإرهاب. عربيا، حزب الله يخترق حصون الإسرائيل من جديد. الهدهد 3 يزعزع إسرائيل. ومتظاهرون يقولون اعتقلوا نتنياهو قاتل الأطفال. رياضيا، ومع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس، 5 ذهبيات فقط لتونس في الأولمبياد المطلوب لصناعة الأبطال. إلى صحيفة المغرب، خطاب المترشحين المحتملين للرئاسة، هيمنة السياسة والحكم وغاب الاقتصاد والمشروع. ووقفة تضامنية اليوم لنقابة الصحفيين التونسيين، تضامن متواصل مع الصحفيين المسجونين مع إدانة إصدار أحكام غيابية ضدهم. والفنان والباحث الموسيقي كريم ثليبي لصحيفة المغرب، تخيل أول بيسكو دراما موسيقية تحفر في إنسانيتنا. وعربيا، على وقع اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة، نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي ومظاهرات منددة بالزيارة. ختام هذه الجولة السريعة زميلتي دلولة في الصحف المغربية، عودة إلي. كل الشكر لزميلنا نبيل عبد اللاوي على جولته في الصحف المغربية. الآن ننتقل بكم إلى الصحف الفرنسية. وتلك ستكون مع زميلنا شعبان قاسم من باريس. أهلا بك زميلي شعبان، تفضل. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Flawen, salam alaikum, cher Deloula. On va commencer par courrier international, vous le savez, c'est le slogan du Hirak de la Révolution. Depuis maintenant plusieurs décennies, Daoula Madania Matia Askaria, le ras-le-bol du peuple algérien, notamment concernant la présence, l'omniprésence de l'armée algérienne un peu partout, à l'université, dans les cultes, dans le religieux, pour inaugurer notamment des équipements sportifs ou encore même à la rentrée scolaire ou dans les universités. Donc on va apercevoir ici Courrier International qui revient donc sur ce décret signé par le président Abdelmadjid Tebboune dernièrement. Voilà, en Algérie, les militaires bientôt aux commandes d'administration précisément, donc ça pose beaucoup de questions, même si les médias algériens ont totalement zappé d'en parler, importante pour le pays et pour le peuple. Hein. C'est un décret qui pourrait demain créer de graves conséquences, comme l'ont analysé plusieurs observateurs. En quoi l'armée pourrait-elle officiellement interférer? Quel sera son rôle dans les mairies, dans les wilayas par exemple, ou encore même concernant le palais El Mouradia? Voilà, donc ici Courrier International qui nous dit que déjà très présent dans la gestion des affaires du pays, les militaires algériens acquièrent davantage d'influence avec le dernier décret donc signé par le président Tebboune qui octroie aux militaires de carrière la possibilité d'intégrer l'administration civile. Beaucoup de questions qui se posent donc derrière ce décret qui a été signé le 27 juin 2024. Mais vous le savez, dans le cadre de nos éditions, nous y revenons bien évidemment assez souvent, à savoir qu'encore aujourd'hui, les mêmes slogans perdurent sur les réseaux sociaux dans le cadre de manifestations à l'étranger. Daoula Madania Matia Askaria, donc la sortie totale de l'armée. On a pu voir tout au long de ces 5 années, malgré la nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune, eh bien le chef d'état-major Saïd Chengleha est constamment derrière lui, constamment à ses côtés. Point positif, c'est une grande première pour le rugby algérien, puisque vous allez voir ici nos confrères d'Alge 24, voilà, qui reviennent sur la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie et le Zimbabwe en finale, après leur victoire en demi-finale précisément. Voilà, donc ça sera, la finale aura lieu précisément dimanche. On y reviendra dans le cadre de nos prochaines éditions. Ça sera au stade Nelson Mandela de Kampala. Donc le Zimbabwe affrontera l'Algérie vainqueur plutôt donc mercredi, c'était hier, contre le Kenya. Nous avons gagné contre le Kenya 20
À 12, à savoir qu'en 2022, si je ne me trompe pas, c'était en France, dans le sud-est, à Aix-en-Provence, et les Algériens ont terminé troisième. Voilà, on se retrouve à 19h dans Microscoop. On viendra sur l'un des pouvoirs, c'est la presse, les médias, quel paysage médiatique, notamment avec les leçons, les directives du ministre Lagarde qui nous parle d'éthique et de déontologie. في انتظارك يا شعبان في برنامج ميكروسكوب. شكرا جزيلا لك زميل شعبان قاسي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، حتى نعود ونلقاكم في الغد بإذن الله، نستبقيكم مع هذه القصصات للكاريكاتير.